انا نحب نقول انه احنا يلزمنا نتخلص من عقده الاستبداد، لانه بالفعل اثر فينا الاستبداد، والاستبداد ما هوش مجرد نظام سياسي وانما ايضا هو جزء من تركيبتنا النفسيه اللي خلفها النظام السابق. اليوم اذا كان احنا نحب نبنيه مستقبلنا، واذا كان نحب نبنيه نظام سياسي جديد واجتماع سياسي جديد فيه الحريه وفيه العداله وفيه الكرامه، لابد من أن نفهم أن المدخل لهذا هو تنظيم الحياة العامة في المجتمع وتنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع، وهذا مش ممكن يكون إلا من خلال القوانين. الأنارشي مدرسة الفوضوية، الفوضوية مدرسة سياسية مش تتعارض مع منظورنا لمجتمعنا، ومش تتعارض مع منظور الثورة للمجتمع، ولكن تتعارض أيضا مع الطبيعة الإنسانية ومع المنطق الإنساني ومع مبادئ اللي تقوم عليها الحياة الحديثة. لذلك اليوم نقاشنا مش بين الحرية وعدم الحرية، نقاشنا بين الفوضوية والحرية.